اولا بسم الله الرحمن الرحيم فيليسيتاسيون 3 بوين اللي كانت مهمه اليوم في مسار البطوله. فريق الزمامره اليوم اللي كان واحد الخصم عنيد فريق الرجاء الرياضي، يعني دار واحد بريمير ميطون من الناحيه التكتيكيه من المستوى الكبير، ولكن في الدوزيام ميطون يعني كما كنقولوا صعيب انك تترك الوراء مع فريق الرجاء الرياضي 90 دقيقه. الاكسبيريونس ديال فريق الرجاء الرياضي واللاعبين ديالو فعطات الاكل ديالها في الشوط الثاني، الهدف الاول فيعني دخل الشك ودخل الارتباك لفريق الزمامره، هذا هو اللي سهل الماموريه باش يسجلوا الهدف الثاني. ويعني وفريق الرجاء الرياضي عطى واحد الاشارات قويه على انه حامل اللقب ان شاء الله، غيدير واحد المسار موفق في هذا الموسم ان شاء الله، رغم البدايه المتعثره، ولكن يعني اليوم بين فريق الرجاء الرياضي على انه حامل اللقب بامتياز، وان شاء الله غيدير واحد العام اكسيبسيونيل على جميع المستويات، لا في عصبه الابطال ولا في كاس ولا في البطوله ولا في كاس العرش. الانتدابات اللي جاوا يعني شفناهم في المستوى الجيد، كيتانتيغراو مع الجروب ماتش بار ماتش، وان شاء الله غيعطيو واحد غيعطيو اضافه لفريق الرجاء الرياضي. المكتب المسير يعني مشكور على المجهودات اللي قام بها، وان شاء الله هذا الموسم هذا كنظن على انه فريق الرجاء الرياضي غينافس على جميع الالقاب الممكنه ان شاء الله بتحقيق عصبه الابطال اللي كيبقى واحد الهدف كبير عند الجمهور الرجاوي من الاهداف الاولى، والبطوله وكاس العرش ان شاء الله، والرجاء دائما في القمه.